حياكم بزبدة. اليوم راح اردكم 5 سنين لورا. ليش؟ لان المنتج وايد قديم، كنا وايد سريع. البداية هذه كانت كثر ما قديم، عليه صورة الكيبل اللي ما ادري شنو كان اسمه اللي قبل اللايتنينج حق الايفون 4. ترى الارض مو نظيفة. الحل وايد سهل، حطه على طرف المكتب وعلق فيه الواير، ماكو اسهل من كذا. كيبل دروب، واذا تبي كيبل دروب مني. شنو عندك؟ مكتب بني، مكتب برتقالي، مكتب بيجي، ما ادري كم سعره كان بلاش مال مفت. خذ لك واحد، تبي نجربه؟ تعال خلينا نجربه مع بعض. اي واحد نجرب الاسود لانه قبيح شويه. تخيل الحين ايدي الطاوله، خلينا نفترض هذا شحن. حط لك 2 بعض حق الايرفونز. سو سبسكرايب.